عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني مشاهدينا الاعزاء الكرام. فندق فنان، موقع مميز، حبيت ان اصور لكم جراند سنتر بوينت بتايا. طبعا ما يبعد عن وكل ستريت، تقدر تركب تك تك بعشرة بات. التك تك متوفر هنا على مدار اليوم، ما يعادل درهم، ينقلك للمنطقة الثانية اللي هي الوكل ستريت. وإذا تبي تمشي تقريبا 15 دقيقة مشي، والبحر 10 دقائق، بحر بتايا بيتش هو أحسن شيء في بتايا. فخلونا نشوف المدخل. عندكم بعد هنا تيرمينال 21، يعني مول مميز صراحة. أنا عندي تيرمينال 21 أفضل من سنترال اللي هو عند هيلتون هوتيل. نشوف ناخذ لنا كوفي شيء، لان الترمينال بعده مسكر، فعندي ساعة لين ما يفتح، ما اعرف شو اسوي. هلا سوادي كاب كوفي شوب، ويتش فلور كوفي شوب؟ كوفي شوب. يو دونت هاف كوفي شوب؟ Yes, but on we have later on at 32 for restaurant. Open. Not open yet. They open for a la carte tomorrow. Yeah. Yes. Which floor? Right now have only. Right now not open. Not open. Yeah. When they open? Then. When they open? Which date? Open every day, but start tomorrow. 12. Ah, yes. I see. So you don't have coffee shop to get yes. some coffee or still early? No. I see. I understand. Okay, thank you. How much the rate here? The one night? The rate every day is not same. Start like 3,000, 4,000 baht. Yeah, yeah. Not too much. Good, good. Okay, thank you. طبعا مثل ما انتم شايفين مسكر الكافيه، المطعم يفتح الساعة 12. Can I have a look for the swimming pool? Again? Swimming pool? I want to have a look. Is it close? It's open. Thank you. Yeah. نحاول نلقي نظرة على الفندق. سعره جدا مناسب، الشيء اللي حمسني عليه سعره، يعني تقول 3000 بات ما يعادل تقريبا 300 درهم، فالسعر جدا مناسب. يس يا ثانك يو. I just want to have a look. I like the location for the hotel. Before I was staying in Mandarin Hotel, but it's a little bit far from the Pattaya Beach. Thank you, sir. It's on the F floor. Yeah. And so when you're going down, you yeah. can put the like the ground floor. Ground floor. Yeah. That's all. Thank you, sir. اثنين وثلاثين طابق ما شاء الله، واحد ياخذ له غرفة في الطابق 31 ولا 30. ممتاز. شو عندنا هنا؟ ووتر بارك سكاي سعودي كاب. هني طبعا العاب، ما العاب بلياردو. هذا الريستورانت طبعا، هي ليش قالت عندهم كوفي شوب عندهم ريستورانت؟
الريستورانت حق البريكفاست النزلاء يعني، الكوفي شوب حق الاوت جيست اللي هم الضيوف الخارجيين يفتح الساعه 12. والله ما شاء الله فنان. حق العوائل بعد مش لنا بس. شوفوا هذه الفنادق اللي على البحر، أماري، هولدين، وهيلتون من قدام، ميركور هذا طبعا مشهور بعد 5 ستار، بس هذا أحلى. أنا تقريبا جربتهم كلهم. عندكم دوث الثاني الجهة الثانية بعد. شوفوا المسبح ماله حلو الصراحة، ومطلع على البحر اللي هو بتايا بيتش، والوكن ستريت من هناك ذيك الجهة، هذاك الوكن ستريت بس مسافة يعني مشي. أجواء عالمية الصراحة، شطرنج، تنس، طاولي. هذا هو المبنى، أنا استغربت من سعره الصراحة خاصة في الوقت هذا، المطار مزحوم، في ناس قاعدة تجي تايلاند، والسعر يعني مناسب أشوفه. 3000 بات تقول ولا شيء، وإذا بتجلس فترة أسبوع ولا أسبوعين تقدر بعد كاسرهم، يعطونك خصم ولا يعطونك ضيف ولا. شوفوا ما شاء الله حتى تقريبا فل نزلاء، اشوف المطعم مسحوم. يعني عندك جميع الخيارات متوفرة. شو هني؟ طلعنا على نفس المكان من خلف. عجبتني النافورة هذه بس ريلاكس،
سيلس الطالع هذه دول. وايد حلوة. شوف تعبي الماي عقب ما تندحت تشب الماي وتدور مرة ثانية. تسوينا على شكل مركبة برائية شيء ما ادري والله. بس شكلها مناسب حق العوائل اكثر لان اشوف العاب ما العاب. طبعا اقدر اصور لكم الغرف عادي بس انه ما حبيت اني خلونا يوم نجلس فيه يعني نكون نزلاء افضل. في العاب بعد اللي نظيف ما شاء الله الفندق. صراحة وايد نظيف و حلو. باكر ريقنا هني ان شاء الله. فندق معتمد بعد حتى اللي بيجي بانكوك مش بعيد عن بانكوك بتايا يقدر ياخذ حجز اللي هو يسمونه الكوارتاين الحجر الصحي اليوم واحد يقدر يحجز هني بعد الفندق معتمد بدل بانكوك وزحمته. Thank you. ترمين معاملتهم طيبة وحلوة صراحة فنانين. Very nice. I like it. See you soon إن شاء الله when I booking. Thank you. Come and cab. Have a nice day work. Bye bye. شوفوا هذا هو. باركن في باركن تحت بعد. عجبني سعره الصراحة 3000 بات. أنا الفندق اللي قاعد فيه هناك أغلى. وهني تتمشى إذا ضقت ولا شيء من الأوتيل تأخذ يمين ما شيء دقيقة مشي. هذا هو السنتر اللي يسمونه عفوا ترمينال 21. حياكم الله يا مرحبا ومشكورين على المشاهدة واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. مرحبا السلام مع السلامة.